طلعت من ايفو دوجو بأسست شركة تانية اسمها POS Rocket مختصة في نقاط البيع على الكلاود Cloud Point of Sale Solutions. نصيحتي للشركات اللي عم بيطمحوا انه يبيعوا شركاتهم دائما يحاولوا يطلعوا مين في شركة بتعمل السيرفيس اللي انت بتعملها بالضبط، تمام؟ فحط شركة ببالك ودائما حاول خلي الاوبريشنز تبعك كتير قريب من الاوبريشنز تبعهم، على اساس في اي مرحلة حالة اذا الشركة هاي اجت بدها تحط عيونها على الريجن هون تكون العملية كتير اسهل لهم انهم يستحوذوا عليك سواء اوبريشن سواء برودكت سواء اي اشي انت بتشتغل فيه بده يكون كتير قريب على الاوبريشن تبعهم. الوقت المناسب ليجي اي حدا انه يجي يشتري الشركة لما تكون الشركة انا بتخيل 3 لـ4 سنوات ممكن انت تقدر تثبت لاي شركة تانية انه انت شركتك هلأ جاهزة لانها تنضم لاي شركة تانية ويقدروا ياخدوها ويكبروا عليها. التحديات اللي بتواجهها الشركات الناشئة في الأردن هي تحديات كثيرة صراحة، ومنها أول تحدي اللي عدم وجود الموارد المادية، والتحدي الثاني للشركات الناشئة هون مرحلة السكيلابيليتي، إنه إحنا مشينا هون عملنا فاليديشن للبرودكت وبدنا نقدر نطلع لسوق ثاني، فهي برضو فيها تحدي